مرحبا بكم طلابنا الأعزاء، طلاب صف الأول الثانوي، المادة الرياضيات، الوحدة الخامسة، درس الرابع. درسنا اليوم هو تقسيم القطعة المستقيمة. إذا درس اليوم تقسيم القطعة المستقيمة. طيب، طبعا تقسيم قطعة مستقيمة معلومة وبنسبة معلومة. الحالة الأولى التقسيم من الداخل، تقسيم من الداخل. طيب، نفترض لدينا A B C، طبعا و C B نقطة نون، نقطة من C B تقسمها طبعا بنسبة لام 2 على لام 1. A نون هو شعاع U و A B طبعا إحداثيات B هي X2 فاصلة Y2، C إحداثياتها X1 فاصلة Y1، ونون إحداثياتها X فاصلة Y، U1 U2 أشعة. CB النقطة نون تقسم CB بنسبة لام 2 على لام 1. طبعا حيث لام 2 على لام 1 أكبر من الصفر. طيب، لام 2 على لام 1 يساوي لدينا CN على NB، CN على NB يساوي لام 2 على لام 1. طيب، وبالتالي نستنتج CN في لام 1 يساوي NB في لام 2. طيب، CN ماذا يمثل؟ CN هو عبارة حسب شال مجموع شعاعين. CN شكله بهذا الشكل، بدايته بداية الشعاع الأول ونهايته نهاية الشعاع الثاني CN، وبالتالي نشكل شعاع بدايته بداية الأول، فنكتب شعاع AC شعاع معكوس له، أي ناقص AC شعاع زائد بدايته بداية الأول نهايته نهاية الثاني زائد A نون شعاع. طبعا ضرب لام واحد ويساوي NB هو عبارة عن شعاع، شعاع حسب شال بدايته بداية الأول ونهايته نهاية الثاني. طيب، نكتبه في هذا الشكل ناقص إن A شعاع بدايته وبداية الأول ونهايته ونهاية الثاني زائد AB شعاع، ويساوي AN شعاع ناقص AC شعاع في لام واحد، ويساوي AB شعاع ناقص NA شعاع في لام 2. طيب، AN شعاع، AN شعاع يمثل شعاع U، وAC شعاع يمثل شعاع U1.
فيكون بهذا الشكل. إذن AN هو يمثل شعاع U ناقص AC يمثل شعاع U واحد ضرب لام واحد يساوي AB شعاع هو يمثل شعاع U اثنين ناقص N واحد N A يمثل شعاع U يمثل شعاع U ناقص شعاع U طبعا في لام اثنين وبالتالي U في لام واحد ناقص U واحد في لام واحد يساوي U اثنين في لام اثنين ناقص U في لام اثنين وبالتالي طيب ننقل U إلى الطرف الآخر فتصبح المعادلة U في لام واحد زائد U في لام اثنين يساوي وننقل U اثنين إلى الطرف الآخر فتصبح U اثنين شعاع في لام اثنين زائد U واحد في لام واحد وبالتالي نخرج جوع عامل مشترك تصبح لام واحد زائد لام اثنين يساوي يو اثنين في لام اثنين زائد يو واحد طبعا اشعة في لام واحد ومنه يو شعاع راح يساوي يو اثنين في لام اثنين زائد يو واحد في لام واحد على لام واحد زائد لام اثنين وهي احداثيات النقطة ان عن طريق اشعة الشعاع يعني إيجاد إحداثيات النقطة نون من خلال الأشعة U يساوي U2 في لام 2 زائد U1 في لام 1 على لام 1 زائد لام 2 طيب مثال لتكن دلتا مستقيم يمر من النقطتين A و B طبعا من النقطتين A و B نعطي إحداثيات النقاط نقطتين A إحداثياتها واحد اثنين و B إحداثياتها ناقص اثنين أربعة وبنسبة ويقسم طبعا المستقيم وبنسبة 3 على 2 طيب إذا دلتا مستقيم يمر من النقطتين A و B وبنسبة 3 على 2 أوجد تقسيم النقطة من الداخل أو إحداثيات النقطة التي تقسم المستقيم من الداخل الحل طيب لدينا طبعا نفرض انه ان هي احداثياتها اكس فاصلة واي والاشعة يو واحد شعاع ويعبر عن ثنائية واحد فاصلة اثنين ويو اثنين شعاع هو ناقص اثنين فاصلة اربعة طيب نعود في القاعدة U شعاع يساوي U2 ناقص 2 U2 ناقص 2 فاصلة 4 ضرب لام ضرب لام 2 لام 2 هو 3 طلاب زائد
يو واحد 1.2 ضرب لام واحد هو 2 على لام واحد زائد لام 2 3 زائد 2 ويساوي 3 ضرب 2 ناقص 6.12 زائد 2 ضرب 1 2.4 على 5 ويساوي 6 زائد 2 ناقص 4 إذا ناقص 6 زائد 2 ناقص 4 12 زائد 4 16 على 5 على 5 ويساوي ناقص 4 على 5.16 على 5 وهي إحداثيات النقطة المطلوبة التي تقسم القطع المستقيمة من الداخل بنسبة. فمثلا إذا كانت AB هي النقطتين من هذه القطع المستقيمة ونون تقسم AB بنسبة لام 2 لام 1 طبعا بنسبة 3 على 2 فإحداثيات هذه النقطة نون التي وجدناها من خلال شعاع يو هي ناقص 4 على 5 و16 على 5 الآن طلاب نتعرف على فقرة هي إيجاد الصيغة الإحداثية لإحداثيات تقسيم إحداثيات نقطة تقسيم قطعة مستقيمة. طيب طبعا إذا كان AB قطعة مستقيمة ونون تقسم هذه القطعة فإحداثيات هذه النقطة نون X فاصلة Y تساوي لام واحد في X واحد فاصلة Y واحد زائد لام اثنين في X اثنين فاصلة Y اثنين على لام واحد زائد لام اثنين وتساوي لام واحد في X واحد فاصلة لام واحد في Y واحد زائد لام اثنين في X اثنين فاصلة لام اثنين في Y اثنين على لام واحد زائد لام اثنين وتساوي لام واحد في X واحد زائد لام اثنين في X اثنين فاصلة لام واحد في Y واحد زائد لام اثنين في Y اثنين على لام واحد زائد لام اثنين وبالتالي إحداثيات النقطة X فاصلة Y راح تساوي بهذا الشكل طلاب لام واحد في X واحد زائد لام اثنين في X اثنين إذن لام اثنين في X اثنين على لام واحد زائد لام اثنين فاصلة لام واحد في Y واحد زائد لام اثنين في Y اثنين على لام واحد زائد لام اثنين وهي إحداثيات نقطة تقسم قطعة مستقيمة. طيب الآن عندنا الحالة الثانية في تقسيم قطعة مستقيمة وهي التقسيم من الخارج. إذن التقسيم من الخارج ماذا نقصد بالتقسيم من الخارج طلاب؟ إذا كان لدينا مستقيم لام وقطعة مستقيمة منه هي AB ونون تنتمي إلى لام ولا تنتمي إلى القطعة المستقيمة. لاحظوا نون تنتمي إلى مستقيم لام ولكن لا تنتمي إلى القطعة المستقيمة. فنقول عن N إنها
تقسم القطعة المستقيمة AB من الخارج بنسبة، هذه النسبة هي لام 2 على لام 1، طبعا لام 2 على لام 1 أصغر من الصفر. في هذه الحالة إما لام 2 أصغر من الصفر أو لام 1 أصغر من الصفر. إحداثيات تقسيم النقطة نون إذا سميناها X فاصلة واحد تعطى بهذا الشكل، يساوي لام واحد في إكس واحد زائد لام اثنين في إكس اثنين على لام واحد زائد لام اثنين. لام اثنين في إكس اثنين زائد لام واحد في واي واحد زائد لام اثنين في واي اثنين على لام واحد زائد لام اثنين. مثال للتوضيح، مستقيم دلتا يمر في النقطتين A إحداثياتها 1.2 والنقطة B ناقص 2.3 وتقسمه بنسبة ناقص 3/2. نلاحظ أن النسبة أصغر من الصفر وبالتالي تقسمه من الخارج. طيب أوجد إحداثيات نقطة التقسيم. طيب إذا كانت نون هي هذه النقطة فإحداثياتها تساوي لام واحد في إكس واحد زائد لام اثنين في إكس اثنين على لام واحد زائد لام اثنين فاصلة لام اثنين لام واحد في واي واحد زائد لام اثنين في واي اثنين على لام واحد زائد لام اثنين وتساوي. طيب لام واحد هو اثنين ضرب إكس واحد إكس واحد واي واحد إكس اثنين واي اثنين. لام واحد في إكس واحد ضرب واحد زائد لام اثنين ناقص ثلاثة ضرب إكس اثنين ضرب ناقص اثنين على ناقص واحد، طبعا لام واحد زائد لام اثنين هي ناقص واحد فاصلة لام واحد في واي واحد لام واحد اثنين ضرب واي واحد ضرب اثنين زائد لام اثنين لام اثنين ناقص ثلاثة ضرب واي اثنين ضرب ثلاثة على ناقص واحد وتساوي اثنين ناقص زائد ستة على ناقص واحد فاصلة أربعة اثنين ضرب اثنين أربعة ناقص تسعة على ناقص واحد وتساوي ناقص ثمانية اثنين زائد ستة ثمانية على ناقص واحد ناقص ثمانية فاصلة أربعة ناقص تسعة ناقص خمسة على ناقص واحد وبالتالي إحداثيات إن هي ناقص 8.5. إذن إحداثيات النقطة في هذه الحالة لو مثلناها بمستقيم مثلا إذا كانت AB هي النقطة ونون نقطة خارج هذا المستقيم فإحداثيات هذه النقطة هي ناقص 8.5 بهذا الشكل. إيجاد نسبة التقسيم، شلون نوجد نسبة التقسيم؟ طبعا نوضحه بمثال طلاب. مثال إذا كانت A نقطة إحداثياتها 5 مثلا 2 و B إحداثياتها 2 ناقص 1 مثلا نقطتين
نمثلها على محوري إحداثيات. إذا كانت A و B نقطتين من مستقيم طبعا، نوجد هذا المستقيم، إحداثياتها هي 1 2 3 4 5 2. إذا إحداثيات نقطة A، والنقطة B إحداثياتها 2 ناقص 1، هذه B. فالمستقيم بي A. طبعا المطلوب هو إيجاد نسبة التقسيم التي تقسم بها محوري الإحداثيات، نسب طبعا. طبعا إذا مثلنا النقطة نون، فرضنا النقطة نون هي النقطة التي يقطع بها محور الإحداثيات إكس إكس فتحة المستقيم AB، والنقطة M النقطة التي يقطع بها المحور واي واي فتحة المستقيم AB. فأوجد نقاط التقسيم هذه على محوري الإحداثيات طبعا التي يقسمها محوري الإحداثيات، ونوع هذا التقسيم ونوع هذا التقسيم. طيب شلون طالع هذه النسب طلاب؟ إذا إيجاد نسبة التقسيم، نفرض نون نقطة تقاطع محور واي اكس اكس فتحة مع المستقيم AB، فإحداثيات N هي x فاصلة y تساوي هي لام واحد في x واحد زائد لام اثنين في x اثنين على لام واحد زائد لام اثنين فاصلة لام واحد في y واحد زائد لام اثنين في y اثنين على لام واحد زائد لام اثنين. طيب طلاب، نون إحداثياتها على محور و x x فتحة إحداثياتها هي عبارة عن x فاصلة صفر، صفر لأنه إحداثياتها على محور y صفر هي، وبالتالي نون راح تتمثل بالنقطة x صفر تساوي لام واحد في x واحد زائد لام اثنين في x اثنين على لام واحد زائد لام اثنين فاصلة لام واحد في واي واحد زائد لام اثنين في واي اثنين على لام واحد زائد لام اثنين. طيب هل قطعة تساوي صفر؟ إحداثياتها على واي تساوي صفر، أي لام واحد في واي واحد زائد لام اثنين في واي اثنين على لام واحد زائد لام اثنين يساوي صفر. وبالتالي طيب لام واحد في واي واحد، لام واحد في واي واحد، انا عندي اكس واحد واي واحد اكس اثنين واي اثنين، توضيح طبعا. طيب لام واحد في واي واحد يعني اثنين لام واحد زائد لام اثنين في واي اثنين، لام اثنين في واي اثنين يعني ناقص لام اثنين على لام واحد زائد لام اثنين ويساوي صفر. وبالتالي اثنين لام واحد ناقص لام اثنين يساوي صفر. اثنين لام واحد ناقص لام اثنين يساوي صفر. وبالتالي طلاب، اثنين لام واحد يساوي لام اثنين، وبالتالي لام اثنين على لام واحد يساوي اثنين على واحد. لاحظ نسبة التقسيم هي أكبر من الواحد، أكبر من الصفر. نسبة التقسيم أكبر من الصفر، معناها التقسيم داخلي. أي النقطة N، لاحظوا
تتموضع بين R و B في التقسيم داخلي. طيب النقطة M إحداثيات M هي 0.Y وتساوي ماذا تساوي طلاب؟ هذه القطعة تساوي 0 أي أي لام 1 في X 1 زائد لام 2 في X 2 على لام 1 زائد لام 2 فاصلي لام 1 في Y 1 زائد لام 2 في Y 2. طيب الإحداثيات على الإكس تساوي صفر، وبالتالي لام 1 في X 1 زائد لام 2 في X 2 يساوي صفر، هذه تساوي صفر. وبالتالي نعوض لام 1 في X 1 يعني 5 لام 1 زائد X 2 في لام 2 X 2 في لام 2 يساوي صفر. طيب 5 لام 1 يساوي ناقص 2 لام 2. طيب لام 2 على لام 1 يساوي لام 2 على لام 1 يساوي ناقص 2 ناقص 5 على 2. جدار الطرفين في جدار الوسطين طلاب، لام 1 في ناقص 5 طبعا بعد أن نقل على ناقص 2، لام 2 في ناقص 2. طبعا نلاحظ أن نسبة التقسيم هي أصغر من صفر، فبالتالي التقسيم خارجي. طيب لاحظوا 1 2 5 على 2 أي تقريبا 2.5 2.5 إحداثيات النقطة M. طيب نون تقسيم داخلي طلاب لأنها أكبر من الصفر، لام 1 على لام 2 أكبر من الصفر، وM تقسيم خارجي. هذه هي قطعة المستقيمة M N O، قطعة المستقيمة AB نون تتموضع بين AB في التقسيم داخلي، وM تقع خارج القطعة المستقيمة AB فالتقسيم هنا خارجي. إلى هنا أعزائنا الطلبة نصل إلى نهاية الدرس، إلى اللقاء.